خويا اول حاجه هي الحمد لله والشكر لله. الكاس راه حنا جبناها، اللهم لك الحمد. واخا المشاكل والعراقيل اللي لقيناها تما في كينشاسا، ولكن راه الحمد لله والشكر لله. البوليس عباد الله ضربونا بكليموجين باش اللعابه ما يفرحوش في التيران، اللعابه خرجوا في حالهم. ومن بعد وقع المشكل الاخر ديال انه هجموا علينا البوليس هجموا علينا ديال الكونغو، وتولينا تليفونات وباسبورات وامور كثيره للجمهور. انا الحمد لله رجعت بالامور ديالي كلها، ولكن جمهور اخر راه توليهم ديالهم. صراحه اثر استغربنا التصرف هذا، خاصه انهم هما ملي كيجيو لهنايا راه كنتهلاو فيهم وما كنديوش ليهم ديالهم بالمره، فهمتيني؟ وحنا كنحميوهم وحنا كشعب راه ما كنقربوش ليهم، وكنضلوا نشوفوهم في ستوبات، كنضلوا كنشوفوهم خدامين، كنضلوا كنشوفوهم، يعني ما كنقربوش ليهم. في حين انهم ملي ديبلاصينا حنا عندهم استقبلونا بهذا سميتو، ولكن هذا الشيء كامل تيهون. ديما راجعوا الحمد لله جبنا الكاس، هذاك هو الربح الكبير. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.